السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إنه حقيقي. It's real على قولتهم، جهاز الألعاب الخاص في شركة KFC أو كنتاكي اللي عرفناها من ولدنا إنها مختصة في الأكل فقط. لكن هذه الشركة الظاهر من كثر الفلوس اللي عندهم أو حجمهم الضخم قرروا إنهم يدخلون في عالم الألعاب بشكل جاد وحقيقي. فخلوني من خلال هذا المقطع أعطيكم تقرير سريع عن الجهاز والتفاصيل والمعلومات اللي لازم تعرفونها عن الجهاز أو الموجودة لحد الآن. معكم خالد من جيمر سناك، خلونا نبدأ. قبل سنتين تقريبا ظهر حساب KFC Gaming الرسمي، ومن هذاك الوقت بدأوا يشاركون في بعض الأمور البسيطة. أصلا حتى كان لهم فعاليات وبطولات، ومؤخرا أنا شاركت في أحد البطولات اللي قاموها للعبة Call of Duty، بمعنى أن موضوع KFC Gaming رسمي بلا شك. وحتى لو تتابع تغريداتهم في تويتر أو البوستات في الإنستغرام بتشوفهم متفاعلين من ناحية الميمز، ويتكلمون بشكل عام عن الألعاب ويسألون الجيمرز أسئلة عامة. فأتوقع حتى الفريق المختص في KFC Gaming ناس مهتمين في الألعاب بشكل كبير. على العموم بعد فترة تم الإعلان أو الكشف عن جهاز خاص فيهم، وهو KFC Console. طبعا الكل بدأ يضحك على الموضوع وحط في بال أنها مجرد مزحة، وأكيد بتكون نكتة لأن في النهاية السوق متشبع من أجهزة الكونسول اللي ما حد قادر ينافسهم مثل بلاي ستيشن والأكس بوكس. والشيء اللي خلى الناس ما تصدق أكثر أن هذا الجهاز مو بس للألعاب، حتى راح يكون في درج يحفظ الحرارة للأكل، فهذا بحد ذاته بيخلي الإنسان يضحك وما يصدق نهائيا. The next level in gaming innovation. The KF console. لكن من يومين تقريبا تم الكشف الرسمي عن جهازهم اللي كان فيه تشويق متسلسل خفيف من قبلهم، وظهرت لنا بعض الصور والمعلومات وأيضا الشركات القائمة على الجهاز مع KFC. واللي أكد بصحة هذا الخبر أكثر شركة انتل المعروفة بالإضافة لكولر ماستر اللي هم متعاونين مع KFC لصنع هذا الجهاز من الصفر. خلونا الحين نشوف النتيجة بشكل عام وبعض المواصفات عن هذا الجهاز. And we look up to the stars and say, just watch me. Because we know that rules are made to be broken. مبدئيا جهاز KFC Console راح يكون له شعار خاص فيه، مثل بلاي ستيشن 5 عندهم شعار Play Like Never Before، بالإضافة للإكس بوكس سيريس إكس عندهم شعار Power Your Dreams. أيضا الكونسول الخاص في KFC لهم مقولة وهي Power Your Hunger، يعني شغل جوعك. فتقريبا كأن الجهاز مركز للمنافسة لأجهزة الكونسول، وحتى اسم كونسول يعني هذا التركيز اللي مقبلين عليه. بالنسبة لتصميم الجهاز، أول ما تشوفه من أول نظرة راح يطرح عليك الفراير أو الطباخ المعتاد الإلكتروني في المنازل، ومثل ما تشوفون عليه شعار الثلاث خطوط اللي هي مختصة في KFC كونسول نفسه، فهذا هو شعاره الرسمي. بالإضافة زر تشغيل راح يكون في إضاءة، لكن ما في زر استخراج القرص أساسا. هل في ديسك تري لتشغيل أقراص؟ ما أشوف هذا الشيء. شيء ثاني إن الجهاز راح يكون في إضاءة LED باللون الأحمر من الأسفل، للأمانة شكله حلو في الظلام. وبالنسبة للجزء العلوي راح يكون في مراوح بالإضافة إلى فتحات USB. والمقصد من كلمة كونسول إن هذا الجهاز موجه لسوق اللاعبين للأجهزة المنزلية، مع العلم إن المفروض يكون PC على الفكرة والمواصفات اللي فيه. طبعا شركة كولر ماستر هي المسؤولة عن التصميم من الصفر، والمفروض إن المواصفات اللي موجودة في هذا الجهاز يعطيك تجربة لحتى 4K وال240 فريم، وهذا المستوى أقوى من أجهزة الكونسول الجديدة بلاي ستيشن 5 والسيريس إكس. لكن نجي الحين للموضوع الغريب والمثير للاهتمام والحلو والسخيف بنفس الوقت، واللي لا يمكن تصديقه من الكثيرين، أن هذا الجهاز راح يكون فيه درج لحفظ الطعام وإبقائه ساخن بدرجة ممتازة وجاهز للأكل. الفكرة ببساطة، لما يكون في معالجة وقت اللعب لأي جهاز في العالم راح تنتج منه حرارة، فلازم يكون في مراوح تستخرج هذه الحرارة للخارج. لكن في KFC كونسول بدال ما تروح هذه الحرارة للخارج راح يتم استخدامها في تسخين الأكل اللي أنت تحطه في هذه الحافظة. يعني الحرارة اللي تنتج عن طريق الجيم بلاي ما راح تروح على الفاضي، وتقدر تستخدمها في هذا المكان. والمفروض ان مستوى الحرارة اللي مصمم فيه هذا الجهاز انها تكون مثالية، بحيث ان الدجاج يكون مقرمش وحار. مثل ما تروح في KFC وتشوف الدرج اللي حاطين فيه الاكل بحرارة معينة،
تقريبا بيكون نفس الفكرة، مهما ظل موجود هناك بيكون فريش، لأن الحرارة الزايدة ممكن تلين الأكل وما تخليه مقرمش، والحرارة القليلة أكيد بتخليه بارد ومو حلو. فممكن استخدام هذا الدرج إذا عندك أكل ما كملت الوجبة تتركها في هذا المكان، أو إذا عندك أكل بارد تخليه فترة معينة وتلعب جيم بلاي أكثر وراح تقدر تستمتع بالأكل. مبدئيا الفكرة أو الخاصية ما لها داعي، وأتمنى يكون فيها زر أنك تشغلها أو تطفيها، ما يكون أنه دائما يخزن الحرارة في هذا المكان، لكن ما حد ينكر أن هذه الفكرة ملفتة للنظر وممكن تكون السيلينج بوينت أو نقطة البيع لهذا الجهاز. وأنا أقول لكم مبدئيا أي مراجع للأجهزة راح يشتري هذا الجهاز، وأنا واحد منهم، إذا نزل صدقوني بشتري على الأقل أجربه وأعطيكم انطباع عنه. وبالمناسبة جدير بالذكر أن التصميم حسب كلامهم متعوب عليه وبشكل متقن، يعني بوكس التسخين هذا اللي تشوفونه معزول تماما عن الكونسول نفسه أو معالجة الألعاب، يعني ما راح يكون عليه أي تأثير من ناحية حرارة وهذه الأمور، على الأقل من الصور اللي نشوفها نشوف تسخين تحس ان الجهاز فعلا حار، لكن لا الموضوع مو بهذا الشكل. فالحرارة اللي تم استخراجها من الجيم بلاي بتروح مكان بعيد جدا وهو البوكس وتسخن لك الاكل. بالنسبة لمواصفات الجهاز، يجي بمعالج انتل i9 ويدعم 4K وال240 إطار، هذا باختصار يعني كقدرات الجهاز. أيضا يدعم تقنية تتبع الأشعة بالإضافة لتقنية VR، يعني تشغل عليه VR ما عندك مشكلة. وراح يكون فيه هارد ديسك SSD بحجم 1 تيرا والرام 32 جيجا بايت. المواصفات المذكورة تقريبا تعادل PC بقيمة $10,000، لكن على فكرة الجهاز للحين ما تحدد سعره ولا حتى موعد إصداره، وللحين ما نعرف إن هل راح يكون له نظام تشغيل وواجهة خاصة مثل أجهزة الكونسول، أو راح يكون نفس PC عبارة عن ويندوز ويكون كمبيوتر وخلاص. بالمناسبة كرت الشاشة راح يكون أيضا قوي من شركة أسوس، بالإضافة أنه قابل للتغيير، يعني لأول مرة إذا كان جهاز كونسول وله واجهته الخاصة وتقدر تعدل كرت الشاشة، هذا بيكون شيء مميز أنك حتى في المستقبل تزيد قوة GPU عندك. وبالنسبة للشركات المتعاونة في إنتاج KFC كونسول، هي شركة KFC Gaming نفسهم، بالإضافة لكولر ماستر المسؤول عن التصميم بالكامل، وأيضا شركة أسوس وشركة Seagate لإضافة باقي القطع. طبعا هذه كلها شركات رائدة في مجال صنع PC، فالمفروض أننا نتوقع شيء مميز من هذا الجهاز، لكن أرجع أقول أتمنى أنه ما يكون PC وبس، أتمنى أنه يكون جهاز كونسول وله واجهته الخاصة بهذه المواصفات. عموما هذه كانت كل المعلومات عن الجهاز، أذكركم أنه للحين لا في سعر ولا حتى موعد إصدار، ولا ندري أنه راح يكون كونسول بالتحديد أو PC، لكن بعض الأسئلة المهمة: هل الجهاز راح يكون له كنترولر خاص فيه؟ أو راح يكون وضعه نفس PC؟ وهل راح يدعم الكيبورد والماوس بشكل كامل أو لا؟ والأهم أنه هل راح يكون له ألعاب معينة أو حتى حصريات؟ هذه أهم الأسئلة اللي لازم نعرفها عن الجهاز، لكن أرجع أقول لكم أنه يظل درج الدجاج شيء ما يدخل العقل، أو بالأحرى ما له داعي من وجهة نظري، لكن ممكن أنتوا عندكم رأي مختلف، فأتمنى كلكم تشاركون برأيكم في هذا الجهاز. هل تشوفونه فعلا شيء يعني يستاهل الواحد ينتبه عليه، الواحد يخطط لشراءه، أو حتى الفكرة معقولة أو لا؟ أبي أشوف رأيكم في التعليقات، ويعطيكم ألف عافية.